الخدمة هنا في أسوان يا سيدنا، الناس بالفعل هم طبيعتهم ناس طيبين، وده معروف جدا عن الأقصر وأسوان، ممكن أسوان أكثر. شعب أسوان يمتاز إن هو فعلا بالإضافة للطيبة إن هو ذوق في كلامه، طريقة عرضه لأي مشكلة أو أي موضوع في ذوق وفي هدوء، ويعني بيراعي مشاعر اللي قدامه. إحنا في تركيبة شعب أسوان هي جاية من كل أبرشيات الصعيد، يعني عشان تلاقي واحد مسيحي يقولك أنا أسوان لي ما يستخدمش كلمة أنا أسوان لي، لكن يقول أنا من أسوان، اللي هو مش من أهل البلد. اللي هو مش من أهل البلد، لأن أهل البلد ما مش يعني أنا أعتقد إن المسيحيين كانوا قليلين قوي من 100 سنة مثلا، كانت أعداد بسيطة جدا. أسوان وكومومبو، لأن كومومبو برضو بلد جديدة، مصنع السكر ده أنشئ حديثا وبقت في بلد، مجتمع حوله. بقى في مجتمع حول المصنع، فبدأت في بلد اسمها كومبو، دلوقتي بلد تجارية كبيرة قوي. اللي يمكن البلد الأصلية إدفو، إدفو ده مركز عريق طبعا ومن زمان قوي، وفي عائلات قديمة قوي قوي فيه. طبعا لما رحت لقيت عادات غريبة جدا، قلت لهم دي ايه العادات الغريبة قوي ديت، ودي حاجات وثنية وحاجات. قدماء المصريين كانوا مشهورين بالحزن الشديد، ودي ذكرت طبعا في الكتاب المقدس، هذه مناحة شديدة للمصريين لما جم يدفنوا يعقوب أبو يوسف، يعني فكان في حزن شديد. فكنت أسمع يقولوا لي ده احنا زمان كنا حاجات بقى ما شفتهاش، لكن برضه قلت لهم برضه مش للدرجات دي اللي انتوا بتعملوه. غيرت يا سيدنا نشكر هذه الله، يعني مع مجهود الآباء الكهنة، وفعلا فعلا حاجات كتير اتغيرت بالذات في الحزن. يعني هو طبعا يعني أنا كان نفسي هما بيقعدوا 3 أيام دلوقتي الجنازة، كان نفسي انها تبقى يوم واحد كفايه، فاقنعوني قالوا لي في ناس بتجيلنا من مسافات بعيده تيجي فبيسافر. تعزينا، فبطبيعي ان لازم نستناهم يعني نستقبلهم.